اسمع يا باش مهندس، اللي اسمك أحمد فهيم، واللي اسمك صابر مشهور، واللي اسمك معتز مطر، وفي القائمة طويلة. إنك دلوقتي تستعمل الجزائريين الموجودين في الخارج، وتستعمل الجزائريين باعوا ذمتهم يعيشون في الجزائر، باينين بيشتغلوا معاكو في القنوات، تقدم منهم فتات. إذا بيشتغلوا بدون فتات بدون مصاري، يعني الأزمة كبيرة. إذا بيشتغل إذا باعوا ذمارهم بجنيهات صغيرة، المهم إنهم يتقاضوا أجر على خيانتهم للبلد. بقول لك حاجة يا باش مهندس، إنك لازم تفهم حاجة، إن الشعب الجزائري شعب ذو سيادة، إن الدولة الجزائرية هي دولة ذات سيادة، ما تستحق أي حاجة من عندك، لا أنت، لا النظام التركي، لا النظام الإخوانجي، لا النظام القطري، لا النظام المصري. أنت عندك حاجة مشكلة بدك تصلحها، روح على مصر، انت بلدك بلدك مصر. اذا ما بدك تروح على مصر وبتسعي مثل الببغاء من تركيا اللي بتقدم لك مصاري وانت بتشتغل وتبيع دمتك في مصر، في تركيا على مصر، انا خليك في حالك، لان الذمم تشترى مهما كانت، ولكن الأحرار الحقيقيين ما تقدر تشتريهم. هذو الناس اللي بتعرفهم مثل الزيطوط والآخرين والدهينة والجماعة، هذو باعوا ذمتهم بمصاري صغيرة، شخصيتهم وعقليتهم مصاري صغيرة تشتريهم. أوكي، مثل ما قال العراقي، أنت إخواني صغير، قزم تشتريه، ولكن ذمة الأحرار ما تقدر تشتريها. هذه البلد، أنت عارف شو هذه البلد؟ حررتها دماء الشهداء اللي ماتوا ولسه دمهم لسه ناشفة. كل مرة تروح لأرض، أي أرض في الجزائر، تلاقي أسماء وأسماء وأسماء ماتوا. المليون ونصف المليون هذا فقط اللي بنعرفه، لأن 130 سنة، 132 سنة، أكثر من 7 مليون ماتوا. يعني هذه دراسات تاريخية. إحنا الآن في المستقبل إن شاء الله الواحد يدرس المشكلة الحقيقية. الآن لدينا أزمة موجودة حاليا، الشعب الجزائري لازم يتحد، الشعب الجزائري لازم يفهم انه ما عنده اي اخر. العربي ما يروح على الشرق، والامازيغي ما يروح على اوروبا، عنده بلد واحد هي الجزائر. فاهم يا حبيبي؟ لازم العربي ان يعرف، هذا العربي الجزائري المولود في الجزائر مهما ما كانت يعني أصوله عربية، بس هو وأبوه مولود في الجزائر، وجده مولود في الجزائر. لديه الآن، إذا أنت مولود بعد 62 لديك جواز سفر جزائري، ما عندك أي جمهورية أخرى. إذا بدك تروح توالي جمهورية أخرى it's okay، روح، بس ما تتكلم عن الجزائر. الناس حاملة جواز سفر بريطاني وبكل يوم تعمل فيديوهات على الجزائر. إذا ما في مصاري، ما في بزنسة، ليش هو بيقعد كل يوم بيعمل فيديو 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 لايفات؟ عنده وقت؟ ما يشتغل. في كتير.
المهم لازم تعرفوا شيء، ان كل هذه الفيديوهات والتعليقات واللايكات واللايفات ما هي الا حياة افتراضية. الحياة الحقيقية الموجودة موجودة في الجزائر. الناس اللي بدها تعمل تغيير موجودة في الجزائر. التقدم، العلم، الدراسة، التعليم العالي، التكنولوجيا، الصحة، كل هذا موجود في البلد. العالم بيتقدم كل 6 شهور في جديد، كل 6 شهور في جديد، كل يوم في جديد. الكمبيوترات والآيفونات والفضاء، فاهم يا حبيبي؟ الجزائر اليوم ما عنده مستقبل معاكم، ما عنده مستقبل معاكم. جربنا يعني أنا وأصحابي وناس كثيرة كبيرة علي وناس جاية 20 سنة قبلي وبعدي، جربنا المستوى العربي ما خرجنا من المأزق، فاهم؟ احنا بدنا برنامج جديد، والبرنامج ده اذا ما اتفقنا ان نحترم بعضنا البعض، ان الواحد هذا الناس مثلا في الحراك شعاراتهم الديمقراطية والاحترام وحقوق الإنسان والدولة، يعني يقولون يريدون يسألون على حقوق، ولكن الواجبات لا يتكلمون على الواجبات. أنت لما تسأل الحكومة على احترام، يجب أنت أن تحترم غيرك. أيها العربي، موجود جارك موجود اسمه أمازيغي، أيها الأمازيغ جارك موجود اسمه عربي جزائري، مش عربي من الشام أو من مصر. لازم الشعب الجزائري أنه يفهم أن العربية والإسلام والعقيدة والجنس والعرق ما لازم يعمل فيها يعني اتصال، فاهم؟ انك ممكن تكون امازيغي مسلم، انك ممكن تكون عربي مسلم، انك اندونيسي مسلم، فاهم؟ علشان تتقدم الدين، الدين ما يروح. ولكن هناك ناس بيتكلموا لغة أخرى، ما بيفهموا العربية، ما بدهم يدرسوا العربية. It's okay. هون في أمريكا الهنود في ناس ما بتدرس الإنجليزية، والهنود إلا بتتكلم أنت عن القانون. أنا بعلم لك حاجة، إذا في مشكلة بين قبيلة هندية هنود حمر مع قبيلة أخرى، هي ما تروح على البلدية، ما تروح على، لأن قلتك في قانون بلدي وقانون كاونتي هي دائرة محافظة، وفي قانون ستيت ولاية، وفي قانون فيدرالي. المشاكل الموجود بين القبيلة، قبيلتين مثلا هنود حمر، ما يروحوا على محكمة محلية، يروحوا على محكمة فيدرالية، على محكمة عالية. ليش؟ لأن هم بيعتبروا إنها نيشن، أمة داخل أمة، سلطة داخل سلطة، nothing. اي قانون تقول له في قانون يقول لك لا انا عندي قانون نيشن، فاهم؟ انت تريد ان تخلط الاشياء على الناس الموجوده في الجزائر.
بتقولوا مثلا واحد مسلم بده يتزوج في يوتا، هناك أناس بيتزوجوا 4، في أمريكا بيتزوج 4، فاهم؟ مثلا زواج المثليين لسه موجود في كل أمريكا، ولكن في ستيتس تروح راجل مع راجل يعمل لك عقد زواج، فاهم؟ المهم لازم تعرف المقارنة، وجه المقارنة. أنت ما بتعرف تعمل وجه المقارنة، أنت حاسب روحك ما مثلا صحفي كبير وتعرف لا، بالهداوة يا باش مهندس، أنت ما تعرف أي شيء على الجزائر. إحنا بلد جديد الآن، إذا بدنا نستفيد من بلدان أخرى، ما نروح على مصر ولا نروح على بلدان فاشلة عربية، نروح على بلدان أخرى نستفاد منها، فاهم يا حبيبي؟ أنا زي ما بقولت لك، إذا بدك مصري تتكلم مصري، إذا بدك خليجي نتكلم خليجي، المهم إن الفكرة توصل لك. إحنا إذا بدنا نأخذ استشارة للدستور، ما بناخذها من معتوه خرج من بيته، خرج من بيته وراح على تركيا كفأر وبيضرب في بلده. يعني عندنا أمثلة كثيرة على هذا، في جزائريين خانوا البلد وراحوا على أوروبا، من أوروبا بيقصفوا على الجزائر لأن ما عندهم ذنب، ما عندهم ذمة، ما عندهم شهامة رجولة، فاهم؟ عايشين بمصاري أجنبية بيقول لك إنك أنت عندك علاقة مع هذا البلد. هو كما قلت هون في منشور، كيف ناخذ استشارة من أناس ما عنده حكم في حزام سرواله، ما عندوش أي حكم في حزام سرواله، ما يقدرش يحكم سرواله، كيف أنت تاخذ استشارة على حكم البلد؟ وأرى أناس مثلكم يقولوا لي تبون، يا تبون نعطيك أوامر. إيش أنت مين؟ أنت مين؟ فلوس صغير صغير، فلوس صغير عايش في تركيا، عايشين كلكم في تركيا، إخوانية خونة عايشين في بلدان أوروبية مع الحلف الأطلسي، عنده علاقات مع الصهيون، تضربوا إخوانكم من المصريين الفلسطينيين، مع أن إحنا بدنا نعمل علاقات مع قطر مع السعودية، يعني علاقات مع كل البلدان، ولكن لم تعطوا لنا الفرصة لكي نبقى معكم، فإنكم إحنا لا نريد شرب البول، بول الناقة، إحنا بدنا نروح على أمريكا وعلى سويسرا وعلى إنجلترا نشوف التقدم العلم، روسيا والفضاء والبيوكيميائية وكل شيء، فاهم يا حبيبي؟ كيف إحنا نروح لأناس بيقول لك لازم تصلي هاك ولا لازم تصلي هاك ولا لازم تصلي هاك؟ ما تقدرش تتقدم يا حبيبي، ما تقدرش. يجب التقدم، يجب أن تذهب مع الناس المتقدمين، التطور مع الناس المتطورة المتفهمة. أنت في تركيا تعيش مثل الأتراك، والناس في لندن يعيشوا مثل البريطانيين، هناك المناخ، البلد تختلف، المواضيع تختلف، الحالات لا تستطيع أن تتكلم على شيء وأنت بعيد عنه. المهم إنك
المهم ان لان انت وجدت اناس في اليوتيوب بيشوفوك، جزائريين اغبياء بيشوفوك على اليوتيوب ويعطيك تصفيقات ومنشورات ومقالات تحفيزية. الجزائر إذا أرادت التطور والتقدم يجب أن تتبع الدول المتقدمة، الشعوب المتقدمة، يجب أن لا تتبع الخونة التي تقصف أولاد بلادها. أنا عملت منشور على الناس، أجد نفسي مجبرة تدخل. قلت هنا عليكم أنكم بعتم سيادتكم بدنانير معدودة، فالشعب الجزائري لا ي... what is it؟ فأنتم استغلتم عقولكم في هدم البلدان، تدمير البلدان، الحروب الأهلية. هنا نصيحة أخ جزائري، نصيحة أخ جزائري بدون مقابل للأولياء أن يحرصوا على أولادهم من هؤلاء الشياطين المعتوهين، إنهم يدفعون أبناءكم إلى التهلكة. هل يعقل أن من يدخل هل يعقل أن من يدخل السجون هم الأبرياء وهم في الخارج محرضون يضحكون؟ هل يعقل أن من يجر أولادكم من المدارس وأولادهم في عز وكرامة متمدرسين؟ فاهم؟ هذا مثلا على الناس الذين يعيشون في إنجلترا يحثون أولاد الجزائر أوكي أن يخرجوا من المدارس للتصادم مع قوات الأمن، وأولادهم في إنجلترا، فرنسا وسويسرا. يعني للأسف الشديد أن هؤلاء الناس هم أساتذة جامعيين دفعت الجزائر مصاري كثيرة، فأصبحوا مهندسين في علم الفضاء وعلم الذرة، يدرسون أبناء سويسرا. من المفروض الشعب الجزائري يقاضي هؤلاء الناس الذين خرجوا بتأشيرات طلابية، أخذوا منح طلابية من الجزائر، من الدولة الجزائرية، والآن هربوا ليتصلوا بجامعات أجنبية يدرسون فيها. يعني الجزائر أعطت لك المصاري، المنحة، الشعب من المفروض ترجع على البلد وتدرس وتعمل وتثقفنا، ولكن أنت هارب لأنك ما عندك ذمة، سرقت المنحة. في أناس في الجزائر بيستاهلوا هذه المنحة أكثر منك، ويرجع للبلد ويدرس في الجامعة ويخرج لك مهندسين. أنت أخذت المنحة وهربت، والآن تدرس، يقول لك أنا عندي 6 كتاب 6 كتب وأنا بدرس في جامعة في سويسرا وبابا. مين أعطاك المفتاح؟ الدولة الجزائرية. الدولة الجزائرية قدمت لك المفتاح. لو آخر يرجع للبلد ويفتح له مخبر. أنا قلت لك لو كل واحد بيعمل شغله في الجزائر نصبح أحسن من السويد، والله العظيم أحسن من السويد. إحنا الانضباط، تثقف،
كلش موجود في الجزائر. ليش الناس بتسرق؟ لأن في فوضى، فوضى، كل الناس بتسرق، كل من البسيط حتى الكبير، كل بتسرق. مصاري كتير كتير كتير، ملايير راحت للشعب البسيط، ما يدفع ضرائب، ما يدفع أي شيء، الكهرباء والسميد والحليب، كله ممول من الجزائر، من البلد. بس لما تعمل بلد كويس تعطي له مصاري يا اخويا اللي تستحق، اللي تستحقه تاخذه، كيف تشتغل تاخذ، بس you're gonna pay the same amount، يعني تاخذ بتاع نفس الثمن. ما في إعانة من الدولة، ولكن هذا موضوع آخر. الموضوع دلوقتي إنك مع السلامة، الجزائر، الجزائر كبيرة عليك، ولكن في المحزن أنكم عندكم فئران أخرى في الجزائر، جراجوز، هذه الدمى أنتم بتدفعوا مصاري وهي تتحرك في البلد، فاهم؟ وفي تنافر، التواصل الاجتماعي في تنافر في المظاهرات. ليش؟ لأنه هو مبرمج، هو مبرمج. أنا أعطيت لك مصاري وجيت على السعودية وأخذت دبلوم من السعودية، وترجع على بلدك وأنا أقدم لك مصاري، ولا تروح على تركيا، ولا عندك، ما بعرف، ما بعرف، لأن هادو فاشلين. الفشل واليأس، يريدون زرع نفس اليأس في نفوس الشعب الجزائري. ولكن هذا بالتأكيد يجب أن ينفض من ظهر الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري لما يفيق إنك تلعب معاه، تستعمل هذا المنهج العربي الأصيل، يعني أنت تعرف، إذا ما اسمع لك بالعربي تأخذ الإسلام، إذا ما اسمع لك بالإسلام تسمع له بالعروبة والمقاومة والمصرية، إحنا ساعدناكم وأنتم ساعدتونا، يعني في كل واحد عنده تكتيك. يا أخويا مع السلامة، لما كانت الجزائر في حرب عملنا اللي عملنا، مع السلامة، ما تعطيني أساتذة، ما نعطي لك أساتذة، ما تقدمني أي شيء، مع السلامة، ساعدتني وأنا نساعدك، نبقى أحباب، مع السلامة يا أبا، مع السلامة يا سيدي، مع مين؟ المعلمين. هذا المشكل الجزائري. إحنا القلب طيب، الواحد مثلا قدم لك شيء في قديم الزمان، كل مرة تشوفه لازم ترجع له نفس الشيء، نفس الشيء. هنا في أمريكا يقدم لك واحد تفاحة، رجع له تفاحة، مع السلامة، فاهم؟ نفس الدين. ولكن إحنا أتينا من بلد يعمل لك واحد يعني شيء كويس في قديم الزمان، تبقى آلاف السنين دائما عمل لي كده، عمل لي كده، عمل لي كده، عمل لي كده. هل تعرف أيها المعتوه أن السلبيات المقدمة من مصر للجزائر أكبر من الإيجابيات؟ السلبيات أكبر. أنت تعرف أن جمال عبد الناصر بعث أناس في الطريق مشردين بينظفوا أحذية، أصبحوا أساتذة في الجزائر، ألف باتا. مشكلة، لأن هذا قدمت لي معروف وزدت لي طبعت لي معاه مشكلة. إذا بقول لك لا تحزن علي، أنت ساعدتني
في أوقات الحرب منا أخذنا الأساتذة وخرجنا شعب فاشل، شعب فنيان كسول، فاهم يا إنسان؟ مصر والبلدان الأخرى العربية قدمت مساعدات للجزائر في وقت الضيق، ولكن السلبيات أكبر من الإيجابيات. هذا المشروع الإخواني العربي العروبي، لأنه هناك إسلام سياسي دخل للجزائر، كسر هذه الأخوة الموجودة قبل الثورة، قبل الاستقلال، كسر هذه هناك تراست، هناك يعني ثقة كسرت، والآن أصبحنا في بعد 60 سنة أصبحنا في نفس المشكلة، نفس المشكلة. هذا قال، هذا عربي، هذا قبائلي، هذا أمازيغي، هذا تركي، هذا شاوي. من المفروض كل ده ستوب ستوب. هناك مثلا يقدموا، تقول زوافي مثلا تروح للسجن تخلص غرامة، تقول انت عرب. هناك مثلا يجب على الدولة أن تسيطر على هذه المشكلة، يجب أن تسيطر على هذه المشكلة، لأن ما عندناش الوقت هنا من التنافر مع عربي قبائلي أمازيغي، لا، ما عندناش الوقت. لدينا بلد للبناء، للدخول في هناك حافلة التطور، وهذه الحافلة ما تستناش، لا تنتظر الأغبياء. يقول لك احنا الآن مثلا نشوف بلاطوهات تلفزة يتكلمون على شيء حدث في 2000 سنة، اسكو حدث ولا ما حدثش، وهذا قال لك حدث، هذا قال لك هذا، وهذا يعني خراب خراب. من المفروض احنا نشوفوا الناس المتطورة، يشوفوا شو حصل في 600 سنة، وتقدموا في الفضاء، وتقدموا في الرياضة. اللي عملوه في 100 سنة في العالم، 100 سنة في العالم، اللي عملوه في 20 سنة في تطور الفيسبوك واليوتيوب والأبل والتكنولوجيا والسيارات، في 20 سنة عملوا ما لم يعمل في 2000 سنة. 2000 سنة، ولكن هذا الدمار معمول في 100 سنة. يتعاود تدمير البلدان مرة أخرى، التكنولوجيا والسيارات والقطارات والحافلات، هي 100 سنة، فاهم؟ دونك اليوم من فضلك، من فضلك غير الموضوع، غير الديسك. يجب على الجزائريين أن يتصلوا معك ويقاطعون اليوتيوب تاعك. ليش؟ لأنك ما تقدم نصائح، أنت جرثوم إخوانجي صغير يعكر الماء الموجودة في الجزائر، جرثوم مثل الكورونا، فاهم؟ احنا مش عايزين ناس فشالة فاشلين بيقدمونا نصائح، احنا مش عايزين هذول الناس مقيدين، ما يقدر يعطيك نصيحة. من فضلكم، أحمد فهيم، صابر مشهور، معتز مطر، وفي جزائريين في أران وجرذان يجب أن يتوقفوا. إذا ما يعني مثلا أنا أدرس الدستور، ما عجبني شيء في الدستور، والناس هادو في اليوتيوب ما ينتخبوا، ما يقترحوا، ما يجتمعوا organization، أوكي؟
غير منظمين، بيقعد في اليوتيوب وبيقدم لك بيطرش لك، هو ما يعمل شيء. يقول لك مثلا هذا الدستور ليش ما نفكرش على الدستور 50-100 سنة؟ ليش؟ لأن كل رئيس ومجلس شعبه يعمل دستور على مزاجه. ليش؟ المقاطعة الشعبية، الشعب يقاطع، فاهم؟ لأن إذا الشعب يقاطع هو بيمرر الدستور، الدستور بيعيش 5-10 سنين، بيجي لك رئيس جديد يقول لك عين عودوا. بس لما يتلاحم الشعب الواحد، الأعراق، كل الناس يكونوا مثلا واحد. احنا عندنا في الجزائر عرق مثلا عنده 200 ألف نسمة، فاهم؟ بغض النظر عن اللغة والدين والعرق خلي هذو ما تتكلم عليهم. إذا بدك مثلا تعبد صخرة، بعد احبد صخرة، بس ما تقدم لي هذا كمنهاج للآخرين. ما لازمش تسيطر عقيدتك على الآخرين. الدستور لازم يحمي كل الناس، بالدين، باللغة، اللي ما بيامنش، باللي بيامن، أي شيء. من المفروض هذه ما نتكلم عليها، نتكلم على أشياء الواجبات والحقوق كإنسان. أنت عايش في الجزائر لازم لك الحقوق هذه، ولازم لك الواجبات هذه. أنت لا تسأل على الحقوق 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 وتنسى الواجبات. لازم تسمع، لازم تكون سلطة، لازم يكون هذا الثقة بين السلطة والشعب. مش عايزين أناس من تركيا يعطينا نصائح، مش عايزين أناس من الخارج يعطونا نصائح، لأنهم هربوا من البلد، لأنهم فاشلين في البلد، راحوا على إنجلترا وتركيا وسويسرلاند يقدم لك نصائح. انت هربت لما كانت الجزائر عايزة أولادها، هربت من البلد، ليش انت تيجي؟ من المفروض هذو، ليش بدك ترجع على البلد؟ ليش انت هربت لما كانت البلد في وقت تدمر؟ انت هربت، والآن في الأرائك من لندن. لكن المشكلة مش مشكلتك أنت، لأن وجد أغبياء يسمعوا لك. اللي بيسمع لك هو غبي، لأنك ما بتقدم له أي نصائح لبناء وطنه، لبناء دولته. تقدم له النصائح، أنا شفت الكومنتار، شفت الكومنتس، كلهم بيصفق وصفق صفق. أخي العزيز، يا باش مهندس، يا أبو الفول، إحنا الجزائر ماشيين في طريق واسع وطريق طويل، وهذا الطريق يعني معمر ب obstacles، في كثير من العوائق، فاهم؟ في شوك في الطريق بالطبع، ولكن يجب الشعب الجزائري أن يفهم أن هؤلاء الناس هم الآن معاك، لما تطيح يرميك. العربي الجزائري حيرجع للأمازيغي، والأمازيغي يرجع للعربي، لأن الوطن لما يروح الوطن، كل واحد، شوف ليبيا، شوف اليمن، شوف مصر، شوف سوريا، شوف الصومال، شوف نيجيريا، ما في بلد، شوف العراق، أي بلد دخلت فيه
شوف السودان، أي بلد دخلتوا فيه فشلتوا. ليش إحنا الجزائر نتبعكم؟ ليش ليش؟ أعطيني يعني 1% إنك إنسان موثوق فيه نتبعك. أنت فاشل، أنت فاشل وإخوانجي وفأر تركيا وخان وطنه، مثلك مثل الآخرين. أعطاك قناة يوتيوب وتتفرعن. أنت مين؟ إحنا الشعب الجزائري. مع السلامة.